طيب هنروح مع حضراتكم لموضوع تاني، وهو مسابقة هامة اسمها صحتنا من صحة كوكبنا. والمسابقة دي تم إطلاقها ضمن المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر، واللي بتهدف لرفع الوعي البيئي وحماية البيئة والحفاظ عليها. وده طبعا ضمن استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الكوب 27، مؤتمر الأطراف للتغير المناخية. خلينا نروح مع حضراتكم نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل الكلام. انطلقت أمس مسابقة صحتنا من صحة كوكبنا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر، التي تهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها. ترجع أهمية إطلاق هذه المسابقة في هذا التوقيت الهام لمصر في ظل استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف 27 للتغيرات المناخية، وحيث تبعث رسالة قوية للعالم عن اتحاد المصريين حول هدف واحد لإظهار الدولة المصرية بصورة مشرفة وتقديم نموذج للدول النامية وخاصة الإفريقية. كما تعكس المسابقة الدور المصري وما يتم من جهود لحماية البيئة وتنميتها للحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها. وتبرز المسابقة جهود الدولة المصرية لمراعاة حقوق الأجيال القادمة، كما تؤكد على جهود رفع الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع المختلفة بالموضوعات البيئية المتنوعة، وخاصة قضية التغيرات المناخية التي تؤثر على كافة البلدان.